لفصل الأخ والأخت عن بعضهما. مش دي الأسئلة. أوكي. السن المناسب ان هما يعني بدايه الادراك، يعني في سن بيبقى فيه زي البلوغ ولا الادراك؟ لا لا، قبل الادراك، قبل بكثير، لان هو في سن بيبقى فيه فضول شديد جدا للتعرف على الاعضاء الجنسيه، سواء للشخص يعني للطفل نفسه او للاخرين، وده حتى بيبقى فيه في الحضانات والمدارس الابتدائي، بيبقى دايما بنقول لازم يكون في رقابه على المساله دي، لان هما بيبقى عندهم فضول يتعرفوا على بعض، فمن باب اولى المتاح اكتر هو الاخ والاخت في البيت، فلازم ان هم برضو يعني ما يختلوش ببعض، ما يقفلوش على نفسهم الاوضه، وما يناموش في سرير واحد ابدا، ويستحسن يبقى السريرين بينهم مسافه ولو مسافه صغيره. اسباب الفتور العاطفي بعد فتره من